نص البدوي. هو بالنسبه لي انا عادل الحاجه اللي مهمه انا نعتبر النادي الافريقي ما استغلش مليح المرحله نتاع توقف البطوله في زوج شهور هذوما. تعرف اللي تجيب تنحي مدرب وتجيب مدرب تفشل فيه في المرحله هذيك وكاني بيخسرتك ال 20 يوم اللي كانوا مهمين نجم مدرب يخدم فيه. ظهر لي زاد كيف كيف جيان منظر معناتها كان في وقت وجيز اللي منظر ما ينجمش يغير حاجه كبيره برشا، لكن زاد كيف كيف شفنا الفريق اللي ماهوش في احسن حالته. ولكن زاد فما حاجه مهمه برشا اللي لازم نقولوها، اليوم ما نجموش نحكيو على فريق ما عندوش ريتم نتاع ماتشات في ساقيه اكثر من شهرين، ما عندوش ماتش رسمي، راهم الناس مظلومه اليوم كرويا. اليوم نحكيو على النسق ونحكيو على روندمون، انتم كلنا لعبنا الكره ونعرفوا شو معناتها اونترينمون وشو معناتها ماتش اوفيسيال، نعرفوا يا اخي انت عندك نفس الضغط وقت اللي تلعب مباراه وديه ولا تترينا كما تلعب مباراه رسميه، مش نفس الضغط، مش نفس الادرينالين، تطلع اكثر الضغط اكثر، ما تاكلش الجورجين، تسافر تولي ما ترقدش النوم، تبدا تخمم مع الماتش، تحضر ماتشوك سور بلومونتال، هذا من كلهم اليات باش نجم تحضروا. زاد كيف كيف الفرق نتاعنا الكل مشاركه في الكاسات الافريقيه هذه اللي في الشامبيونز ليغ، سواء ليتوال ولا الترجي ولا اليوم الكلوب في الكوب دي لاكاف، مظلومه من الناحيه الرياضيه ان اليوم شهرين فماش بطوله وتلقى روحها في المباراه الاولانيه في المباراه الرسميه، بالرغم انه الخصم نتاعها اليوم انا كانت تتعاود المباراه والنادي الافريقي يكون في وضع اخر وتلعب ثلاث اربع ماتشات ويدو جدا ساق. انا ما نتخيلش النادي الافريقي نجم يعاود ماتش بالخيوبيه هذيك، خاطر النادي الافريقي احنا اليوم وقت اللي نحكيو على النادي الافريقي على خاطر اليوم ما نجموش زاد نتناقضوا مع روحنا يا عادل. نحكيو على النادي الافريقي مجموعه طيبه من اللاعبيه واحسن افكتيف موجود افكتيف ممتاز، هذا مش باش ينقص من القيمه نتاعهم. اليوم الملاعبيه هذوما فما ثوابت، فما ملاعبيه عندهم امكانيات فنيه، فما ملاعبيه عندهم امكانيات فنيه نكملوا بعد خليك كمل لحظه، ملاعبيه عندهم امكانيات فنيه اللي قادرين يعملوا الفارق. وانا اليوم مره اخرى ناكد النادي الافريقي عنده مجموعه طيبه اللي باش يكون متنافس حق حق حقيقي في البطوله في الكوب دي لاكاف هذه. اليوم الافريقي كان بالافكتيف هذايا وبالنسبه لهم مش قادره باش تهز الكاس الافريقيه ولا تمشي حتى تطلع البوديوم حتى توصل دور نصف النهائي، انا نعتبره حاجه مهمه برشا. لكن انا بالمجموعه هذه انا اعتقد النادي الافريقي قادر يطلع على البوديوم وقادر ينجم ينافس على اللقب زاد كيف كيف من ناحيه البطوله. لكن زاد كيف كيف ماذا بينا النادي الافريقي نشوفوا الفريق اللي هو اللي سامبوز، هو يحكم في ريتم اللعب، هو يحط استراتيجي دو جو نتاعو. وقت اللي نحكيو على ملاعبيه عندهم امكانيات كبيره لابد انك اليوم تكون عندك البصمه الفنيه نتاعك تنجم تمشي لبعيد. عربي كلنا اليوم والله ديما نقص لحظه عربي لحظه عربي. انا باش اسال عمار وبعد بجي سمير اكيد. يعني في نهايه الامر قال ناصر فما مجموعه هامه من اللاعبين الممتازين في النادي الافريقي. باهي بالله كلمه يا عادل برك فيما يخص معز حسن راهو بالحق انا ولا منرفزني شويه بالحق كلمه حق. انا من اكثر الناس وقت اللي جاء معز حسن للبطوله التونسيه كنت تنبأت السيد هذا باش يكون من احسن الحراس في تونس. ما تنجمش تقبل بونتو بالطريقه هذه بكل الاليات. عمان سامحني جارديان انترناسيونال تلعب في ليكيب ناسيونال عندك تجربه كافيه، راهو برشا ناس تقول تسخايب البويسونس نتاع التير هذيك راهي حاجه ما تتمناش. لا مش صحيح، مش صحيح في كرة القدم وخاصة في حراسة المرمى. أسهل الكرة وقت اللي تجيك اون فورس وأنت تبدا في اللاكس نتاع الكاش نتاعك تنجم تعمل ديفياسيون وتخرجها. اليوم أخويا زيدا كانت تجيك كرة وتقبلها يا خويا تدوا فير لا ديفيرونس تلعب في الكلوب أفريكان. قوية برشا. ما عندها حتى معنى. قريبة ما عندها حتى معنى قوية عمار ما عندها حتى أنا نحكي كمام أنا نجم نقيم أكثر منك في الحوايج الحكاية هذه بالذات. اليوم يا خويا جارديان لازم يعمل إكسبلوا انديفيدوال ولازم يخرج الكيب نتاعو من وضعيك من هكا الحق نتاع ربي. على كل حال الملاحظة نتاع ناصر قالوها برشا، يعني معز حسن ساعات ما تجيش برشا كور الكرة اللي تجيه يقبلها، هذه يعني مشكلة كبيرة زادة. وقت اللي حارس في مستوى هذا مطالب أنه يعمل الفارق ويكون فاعل في علاقة بمشاركته مع النادي الفريق.